ضغط عليه وخطر جدا. الكرات دي خطر. هي هي يا رامي يا ربيع، هي هي يا ابني، هي خطر من البدايه. انما عماد فريد شوقي واخد الخطوه، واخد الخطوه، ورامي ربيع ايه حاططها بالمقام، حاططها النمط، عملت لي حلوه قوي 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 يا رامي يا ربيع. بص الكروس جاي من فين؟ من كاكول. كروس خدع جدا، وعلى طول عماد طالع من مرماه واحمد ابو مصطفى وحاططها رامي ربيع ايه. بص الكروس معروف صعب قوي، صعب قوي، وعلى طول يطلع الولد رامي ربيع يا عالي قوي. حاططها ايه؟ حاططها وشوف عماد طالع من جون، حاططها رامي ربيع زي ما الكتاب بيقول. هو لامسها لان هو عارفها هنا، هي داخله هنا. وادي هدف التعالى وراح فدوي في مركز الظهير الايسر. سلام من اللاعب محمود سمير يفتح اللعب حلوه في الجانب الايمن لاسامه. عرضيه جميله رامي والهدف الثالث. جمله تكتيكيه رائعه، جمله تكتيكيه رائعه، جمله تكتيكيه على اعلى مستوى. اتلعبت حلوه من محمود سمير. الاوفر لاب الرائع من اسامه السيد، الاوفر العالمي من اسامه. رامي ربيع من اعلى نقطه يطلع فوق الناس كلها، يستغل الميزه بتاعت الطول، يضع راسيه حلوه في اقصى الزاويه اليسرى للحارس وسام اسماعيل عشان يحرز الهدف الثالث للمقاولون العرب، الهدف السابع ليه في الدوري هذا الموسم، ويعلن عن تربعه لهداف فريق المقاولون العرب عن جدارة، وتصبح النتيجه 3-1، ويؤكد فريق نادي المقاولون فوزه بهذه المباراه. الرياض والامطار والاسئله، يعني ترتيبه غريبه لكن هي موجوده في هذا اللقاء. ضربة حرة مباشرة لنادي المقاولون، يلعبها سامي وسيرة متخصص الضربات الثابتة، يلعبها حلوة يا هدف تاني. بقول لحضراتكم متخصص الضربات الثابتة سامي وسيرة يلعب عرضية رائعة عشان يحرز رامي ربيع الهدف الثاني للمقاولون العرب لذهاب الجبل في الدقيقة 31 من بداية أحداث هذا اللقاء، ويعلن عن الهدف الثالث لفريق نادي المقاولين، والهدف الثاني لنادي المقاولين في هذا اللقاء، هدف التقدم لأصحاب القميص الأبيض والقميص الأصفر فريق المقاولين العرب. إذا مع الدقيقة 31 تشهد عن الهدف الثاني لفريق المقاولين. كون في اللعب عرضيه من نادي المقاولين، عبد الرحمن يقلش منتهى الخطوره، لسه فيها خطوره، وهدف التعادل، هدف التعادل لنادي المقاولين العرب. اخيرا اخيرا يستطيع رامي ربيع ان هو يحرز هدف التعادل لنادي المقاولون العرب في الدقيقه رقم 17 من الشوط الثاني. خطا دفاعي من صاحب هدف الفوز او هدف التقدم لنادي الترسانه عبد الرحمن محيي، اخطا في الكره اللي فاتت، اخطا الدفاع، وصلت لرامي ربيع قدر ان هو يحطها في المرمى الخالي عشان يضيف هدف التعادل لنادي المقاولون العرب. الهدف الاول لنادي المقاولون والهدف الثالث لرامي ربيع في الدوري هذا الموسم ليعادل صداره الهدافين لنادي المقاولون العرب مع ايهاب المصري بثلاث اهداف لكل فريق. رامي ربيع صاحب 25 عام من مواليد 26/6/82، المنتقل الموسم الماضي لنادي المقاولون العرب من النادي الاهلي، يقدر ان هو يعادل النتيجه ويعود لنادي المقاولون العرب. المستهدف تتخيل من كده اللاعبين ادي محمد عطيه، وهي وهو جول رامي ربيع، عملوها ذئاب الجبل، عملها القادم من النادي الاهلي. يا سلام عليك يا رامي يا ربيع، يا سلام على الهدف الاول. بص شوف العالم، بص محمد عطيه الاضافه القويه القادم من غزل المحله، عمل التريكن ضغط وخلصها وعملها العرضيه. بقول لحضراتكم ربطوا مع بعض، بص عطيه، بص التريكن ضغط خلصها، خد مهاره باصرار يلعب العرضيه. رامي ربيع من لمسه واحده قويه وهدف الاول، هدف الاشبقيه باللون الاصفر. ذئاب الجبل يتفوقوا على اصحاب الار دي ان دي. الله على الكوره وعلى جمال الكوره، الكوره اجوال، وتوقعنا هنشوف مباراه واعده للاثاره والمتعه عنوان، وايضا للهدف الاول مكان في هذا اللقاء. هدف اول لذئاب الجبل عملها رامي ربيع، فرحه اولى لمصر. جيبوني دراك الى الخائط البشري في محاوله لتصدي محاولات فريق المقاولين عندهم احمد عبد العزيز صاحب الكاميرا رقم 30، يمتاز بقوه التصويب والتسديد
ولديه قدم يسرى حساسه. تامر والتصويبه وتعود المحاوله الاولى. يا للروعه يا للروعه، بالفعل الهدف الاول. ها هي الكلمه الاولى مع الساحره المستديره رامي ربيع. رامي ربيع يتالق، رامي ربيع اتخذ القميص 17 ياتي بالهدف الاول في سباق الحارس مصطفى كمال. ودائما يتالق رامي ربيع بتسديدات، نعم بتسديدات، نعم وفي المتابعات الاولى، نعم يتالق رامي ربيع بعد ان هرب من الرقابه، بعد ان هرب من مانو. ولكن تسديده اللاعب رامي ربيع على يسار مصطفى كمال صعب لا تصد ولا ترد، من الصعب ان يتصدى الكره من اللمسه الاولى. ورامي ربيع في التوقيت المناسب يرجع هدف الاستباق.